يا احمد، وانت بتقول اللي انت بتقوله ده، انت عارف ان في شباب كتير قوي دخلوا موضوع اليوتيوب ده عشان شايفين احمد حسن وزينب ومعاهم فلوس وغيرهم ومعاه فلوس، تقول لهم ياخدوا، انت بعد ما خدت التجربه، انتوا مبدئيا دي حاجه مع شغلكم مع ولا شغلنا. انتوا بتشتغلوا؟ لا 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 انتوا مع عندكم شغلنا. يعني انتوا بتشتغلوا اه زينا؟ لا لا انا عندي شغل اصلا اونلاين بتاعي، تمام؟ ده الشغل الاساسي بتاعي بره اصلا على اليوتيوب. طب اللي عايز يدخل مجال اليوتيوب، انت ندمت لما دخلت الشغلانه دي؟ انا لا مش ندمت، كنت ندمت. خرجت منها لا يعني. لا لا مش ندمت، اقول لك ليه؟ لان ده كان هدفنا في الاول والاخر، ان احنا كنا عايزين نخش مجال التمثيل، بس مع الاسف ما لقيناش فرصه في مجال التمثيل، فاتجهنا لحاجه شبيهه شويه للتمثيل، تمام؟ اللي هو السوشيال ميديا. حتى احنا في بدايتنا كنا بنقدم فيديوهات كوميديه وتمثيل وبنمثل، وكنا بنعمل افلام قصيره والكلام ده كله. ده كان بدايتنا. بعد كده اضطرنا ان احنا نبتدي نعمل بقى محتوى عائلي. فاحنا كان هدفنا اصلا التمثيل، فاحنا بنعمل ده لحد دلوقتي عشان يمكن ربنا يكرم في اي وقت نقدر نخش مجال التمثيل، مسلسل، فيلم، الكلام ده كله. بس فلا طبعا مش ندمانين، يعني واي حد نفسه يعمل اي حاجه او ليه حلم في حاجه لازم يسعى عشان يحققه، واحنا بنسعى عشان نحقق الحلم بتاع ان احنا نبقى اكثر الناس شهره في الوطن العربي وفي السوشيال ميديا عامه في الوطن العربي كله، مش مصر بس. طيب انا عايز اسال زينب، زينب ده راي احمد، لكن انت عمرك ما جيتي في لحظه قلتي لاحمد انا مش لعبه خلاص كده، يعني كفايه اللي بيتقال لي وكفايه اللي انا بسمعه ومش قادره اكمل اكتر من كده؟ لا خالص، يعني الموضوع بقى خلاص ابتديت ان انا يعني اخد ايه فكره ان خلاص في ناس كتير بيتابعونا وفي ناس كتير بيحبونا، فانا ببص للي بيحبونا وبيتابعونا. يعني لو في مثلا 5 مليون 6 مليون بيحبونا وفي 10 مليون ما بيحبوناش، كفايه ال5 مليون او ال6 مليون اللي بيحبونا دول، فاحنا مكملين عشان خاطرهم وعشان خاطر يعني احنا في هدف وطموح لينا عايزين نحققه بس ونسعى انت فيه. في 2018 كنت اعلنت ان انتوا مش هتكملوا وهتعتزلوا اليوتيوب، انتوا مبدئين الاشاعه اللي طلعت بعد الموقف ده مؤخرا مش شائعه ان انتوا حقيقة. مش هتكملوا، لا مش لا حقيقي، لا بس ده في فيديو، 2018 ده حصل. ده كان في 2018، فيديو قديم خالص الناس خدته نزلته دلوقتي على اساس ان هو جديد، بس ان هو بتاع دلوقتي، على ان شكلي مختلف خالص عن الفيديو نفسه، يعني كان شكلي صغير شويه عن كده. لا الفيديو قديم، احنا طبعا ما بنقررش ان احنا نعتزل ولا اي حاجه، احنا هنقدم فيديوهات، ويمكن وعدنا الناس ان احنا هنقدم لهم حاجه تبسطهم وهتكون بدايه جديده معاهم ان شاء الله الفتره الجايه، غير اللي كنا بنقدمه. احنا انا عايز اقول لك ان احنا كل فتره يعني لو في 5 بينتقدونا وفي مليون ما بينتقدناش، بنركز مع الخمسه عشان نعرف هما بينتقدونا في ايه عشان بعد كده نحسنه. يعني الفترة الجاية في فيديوهات هادفة وليها هدف أكتر ان من شاء الله. عرض حياتكم للناس؟ طبعا طبعا، بس برضه في نفس الوقت لازم نقدم حاجة ترفيهية طيب. للناس نفسها اللي هي بتتابعنا، يعني في 6 مليون على قناتنا دلوقتي موجودين. طيب دول لو احنا جينا قدمنا لهم محتوى تاني غير اللي هما كانوا بيتفرجوا عشانه، مش هيبقوا بيتفرجوا خلاص. طيب أنا الحقيقة كان نفسي قوي إن أنا أكمل الحوار ده معاكم عشان عايزة أسألكم في كذا حاجة، لولا إن احنا الحقيقة الحوار اللي جاي كمان مع فنانة قديرة ونجمة كبيرة جدا وهي الفنانة سميرة أحمد، فأنا يمكن حواري انتهى، بس أنا برضو أخدت منكم معلومات وصل بس انا كنت للناس عايز برضو اقول حاجه حقيقي. بس قبل يعني انا كنت اتفضل عايز اوجه كده كام شكر كده. اتفضل، بس أرجوك سريعا سريعا سريعا، اتفضل. تمام. انا طبعا عايز اشكر الشرطه المصريه جدا، والله فعلا التعامل مع، يعني يمكن الناس فاكره ان احنا تعاملنا باسلوب وحش او لا لا لا، بشكر نعم. الشرطه المصريه جدا، التعامل معانا كان باحترام جدا، والنيابه العامه والنائب العام، والراجل فعلا شايف شغله وشغال. دي حقيقه بس ان شاء الله باذن الله يعني كل التوفيق، والفتره الجايه تكون افضل بالنسبه لكم. انا بشكركم شكرا جزيلا احمد حسن وزينب، ربنا شكرا لكم. شكرا. ومشاهدينا بعد الفاصل الفنان